اخواني اخواتي يعطيكم العافية. والله كتير ممنون من الشباب، الاستقبال كان جيد كتير، الزراعة كان بدون ألم، ومثل ما حكوا يعني حتى الأعداد الزراعة مثل ما حكوا كان بالتفصيل يعني في ثقة، وراضي كتير من الشباب والله يعطيهم العافية ما قصروا. وبدي من كل الشباب من كل قلبي انه بدي يجوا لهون يتوفقوا ويزرعوا شعرهم بجد، يعني مختص زراعة فقط، مو مثل باقي المستشفيات يعني زراعة وأسنان وإلى آخره، مختصين هدول بالزراعة خاص زراعة شعر. وإن شاء الله مع الأيام بنزل صور على الصفحة وتشوفوها بحضر، تشوفوها أنتم كيف تكون. ألف شكر.